انا وبخليك حاسه عيونك ما تشوف النكاده. انا يا الله وانت الله خليك تسرح وتمرح ما تشوف السعاده. لحظه ماما سوزان. يس مدام. شوفي من الباب. مدام في وايد برايا بيج. يبيني أنا؟ منو؟ أنا حمد يا عالية. حمد؟ إيه حمد. شفيش طاقة تشلبوها؟ ليش إحنا مو عيال عين؟ خير، بقيت شيء؟ بقيت عزام. عزام فوق بداره. تسمحي لي أطلع له ولا تروحي تنادينه؟ الحين أنادي لك إياه، تفضل استريح. عالية؟ يا عيون عالية. أقول لي إذا جانا ولد نسميه عبد الرحمن على اسم أبوي الله يرحمه. يا سلام، ليش عبد الرحمن؟ أنا بسمي عبد العزيز على أبوي. إي بس أنا أبوي متوفي الله يرحمه، وأبوك أنت إلي من الحين موجود. مالي شغل، بسمي ولدي عبد العزيز على أبوي. زين أبوي. لا تزعل، الثاني نسميه عبد الرحمن. حبيبتي ما يصير، الناس يسموني أبو عبد الرحمن. يعني لازم أسمي اسم ولدي الأول عبد الرحمن مو عبد العزيز. أنا قلت عبد العزيز يعني عبد العزيز. نسميه الثاني ونيات بنية نسميها عزيزة. هلا حمد. حمد عزام. ها شفيك؟ وينك في وين سارح؟ سارح من اللي خبرك عالية؟ لا وانت صاج. بعزيز اللي كان المفروض يكون ولدي. بيت من صجك؟ من صجك لما حيت تحب عالية ومت قادر تنساها؟ اي من صجي على مثل عليك. وي عيانة كم سنة بظل احب روان ما اقدر انساها. وايد سألني. الله يعيني. المهم مش عندك الحين؟ ما عندي شيء، كنت اسولف بالانترنت. روح بدل ثيابك وتعال، انا عازمك على الغداء برا. ليش؟ شنو ليش؟ مو احنا عيال عم. مع عوايدك. تبي الصراحه؟ ايه انا وايد متعاطف معاك موضوع روان لاني مريت بنفس التجربه مع عاليه. ظاهر ان الموضوع عود. دقيقه ابدل وانزل. زين عيال انا بنطرك بالسياره. ايش حاجه تنطرني بالسياره بهالحر؟ اقعد هني انطرني. اخاف عاليه تضايق. منو عليا؟ لا حبيبي ما حد له شغل في البيت هني، انا ريال البيت. شو بالك؟ وفيصل. من فيصل؟ فيصل ري العالية وبس. يلا انطرني انطرني فيصل. والله سايرنا اليوم؟ ايه بنطلع انا وعزام تغدى برا. يا مش حق ما تاخذوا معنا البيت، بيتك حمد؟ مشكور يا فيصل، بس عزام محتاج هالايام انه يطلع غير جو، غير مكان. مش توعد وقاعد وهو منطاح الطلعات وما له قاعده بالبيت مو لي خير شر. ما يلام، صدمته بنت عمه كبيره كان يحبها ويظن انها كانت تحبه.
يوم حددوا موعد الزواج انكبت فيه. زين والعالية؟ كانت هني وصعدت تنادي عزام. زين حمد اعذرني شوي، انا بروح ابدل، تدري انا من الصبح الدوام. ولو تفضل، هذا بيتي مثل ما قلت قبل شوي. عن اذنك حمد، يلا عزيزان. والله زمن فيصل يدش داخل البيت انا انطلع بالصالة. ها علوي ايش رايك؟ واو تبل. مشكورة الصراحة مشكورة. ها علي هني؟ ايه قاعد انطر حمد يطلع عشان انزل تحت. فيصل فيصل بذمتك 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 ايش رايك فيني؟ لا كاشخ مشكور. لا عزام انت كاشخ كاشخ صدق انك كاشخ، بس وين رايح؟ بروح اتغدى ويا حمد ولد عمي برا. شو السالفة؟ ما هي عوايد انا اعزمك على الغداء برا. تغيير الظاهر حمد يبي يكسب عزام بصفه. عالية لو سمحتي أنا ماني سفيه علشان ينقص علي، حمد ولد عمي وأقرب الناس حقي، وإذا ما وقف معي بهالظروف متى بيوقف معي؟ عزام شفيك عصبت الله هداك؟ عالية ما تقصد شيء. والله عاد تقصد ولا ما تقصد إيش دعوة، عاد يهمني. باي. يا إيش في هذا؟ ما أدري إيش قال لحمد اللي خلاه ينعفس علينا. إيه الله يذكرك بالخير يا سويرة، شايلة عني شغل وايد ولا خدامة؟ أكمخة ما تفهم شيء. طيب حتى الياوي طيب شلون حاطته؟ قالت لا حطيه بذيك الأكياس الكبار، حاطته بمالوت البخور. ويه ماما مباد في شيء؟ إيه في شيء، يعني ما تشوفين هالأغراض اللي منثرة؟ انت بروحك ما تسوين شيء، لازم كل شيء اقول لك سوي كذي سوي كذي. يلا شيلي. قوة خالتي نعيمة يقويك. نعم عامر ايش عندك ياي؟ في اغراض بداري ناسيهم وبياخذهم. اي دار؟ داري بعد اي دار؟ دارك يوبا تأجرت. اجرتي داري؟ اي اجرتها. واغراض اللي فيها؟ قطيتهم بالصكة. ينيتي مشاعل احترم نفسك، وياني وياك تطول لسانك، ولا الحين اتصل في 3 سبعات واخليهم يقطونك بالسجن ليه ما يخيب ثناك. زين يا نعموه اوريك. يلا يلا قلبي هيك اذلف. انا طالع لكن إذا ما دفعتي ثمن طردتي غالي ما أكون أنا مشعل. يلا يلا ابلف، واللي ما طول إيدك واصلة بريولك. قطع بزر السو مقيف يا كره طالع لمه. بالعمر راحتي انسى خلاص كلش وحدتي روح الله حسيبك. روح واحد بس لا تقول له اني انا قلت ثلاثة الموضوع. أربعة خمسة لا لا بس ستة اقول لا 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 هي 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 شنو ايش فيك تعد بصوت عالي ترى ازعجنا؟ شنو قاعد تعد التليفونات؟ لا تعدهم، من قالك تعدهم؟ واذا بتعدهم عدهم بصوت واطي. صوت واطي ما اعرف. ما تعرف؟ ايش حق تعدهم؟ شاريهم بفلوسك انت؟ شاريهم بفلوسك؟ شو بلاش حق عدهم؟ واذا نقص منهم شيء؟ خليه ينقص. ايوه تليفونات مبيوقه، اذا نقص منهم واحد ولا اثنين فدوه. يا اخي اعتبرهم ضريبه البوقه. ضريبه؟ ضريبه البوقه؟ شنو هذه ضريبه البوقه؟ ولا تبي تعرف شنو ضريبه البوقه؟ قوم اسال كتكوت، كتكوت يقول لك كل شيء عن ضريبه البوقه. قم قم كتكوت 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 موسى 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 انا ما احب اللي يفهمني غلط. ابيش تفهميني صح يا موسى. لحظه لحظه حبيبي لحظه شوي. ايش تبي؟ صك التليفون حاجني. والله قوي انت، صك التليفون حاجني. ايش تبي؟ ابيك بسالفه مهمه. عطني نص ساعه وافضالك. شنو نص ساعه؟ صك التليفون يلا عاد. ترى
تلعشت فيك انا تلعشت فيكم. لحظه يبا لحظه. الو هلا حبيبتي. هذول ذبحونك شوي طالع لي واحد. يلا شوي بكلمك حبيبتي. باي باي. اخلص ايش تبي؟ محتاجك بخدمه ضروريه. ايش عندك؟ بوقه مستعيله. شلون يعني؟ نعيمه مرتبوي. ايش فيها؟ تو واصلت لها بضاعه جديده نبي نبوقها. شلون؟ انا اقول لك يا ابو نيشان شلون. وهذه قصتي من البدايه للنهايه ويا عاليه. اسمح لي في كم شغله ما قلت لك عنهم، اقول لك عنهم بعدين لقربنا من بعض اكثر. تصدق يا حمد قصتك انت وعاليه تشبه قصتي انا وروان. قصتك مع روان اخف وايد من قصتي مع عاليه، لانها ما بادرتك الحب. بس حمد احس لما تشوفني تفرح وتستانس. اي بس هذا مو معناته انا تحبك. اي بس يا حمد روان جرحتني، لو ردتني باسلوب ثاني ارحم من الحكي اللي سمعتني اياه. رب ضاره النافعه. يمكن كلام روان لك صح شيء بداخلك وخلاك تفكر بحياتك بشكل ثاني. حمد انا ماني تافه ولا سخيف والله. من قال لك هالحكي؟ اللي اقصده انك ما كنت تفكر في المستقبل. اي مستقبل؟ ابوي الله يرحمه مخلي لي خير وفلوس، لو اصرف منهم لما عايز ما يخلصون. ايش حس بالك؟ هذا مو معناتها انك تنام في دارك وتخلي ريل اختك يدير حلالك. يا عزام مثل ما يقولون الحلال عديل الروح. اي بس انا ايش عرفني اشتغل في المقاولات؟ تعلم، ما حد انولد من بطن امه عالم. انا مثلك يا عزام ما اعرف اي شيء، بس ما حبست روحي بداري وقلت ما اعرف اي شيء، بالعكس اشتغلت مع ابوي بالشركه وتعلمت عرفت ليه ما وصلت اللي انا فيه. يعني افهم من كلامك انك تبيني اشتغل بالشركه؟ اكيد. يا عزام قصتك مع روان اشوف فيها حياتي اللي ضاعت، وبصراحه ما ابي روان تنتصر عليك، أبيك تثبت له أنك ريال وما أنت عايش على الهامش مثل ما روان تقول. خلاص يا حمد أنا من باكر بداوم عندكم بالشركة. مفتاح البيت وش بنسوي الحين؟ خلونا ننط الطوفه. اي طوفه انت نيت تبين ننط طوفه بيتنا؟ هاي ايش تبي تسوي؟ صبر صبر خلنا افكر شويه بس. هذا وقت تفكير عاد؟ مثل ما قال فلاح خلنا ننط الطوفه ونخلص. انت نط الاول وافتح لنا الباب واحنا بندش وراك. انا ما اعرف ننط الطوفه، هذه شغلتك. ها يلا ساعدوني. يلا مشعل يلا عندك وياي بسرعه. يلا بسرعه. صبر 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 تعال حق نعور ايدينا. عندي فكره ثانيه. تعال تعال بسرعه تعال. خلصت تو؟ ايش خلصنا؟ ايش خلصنا؟ اعطيك كف على عينك. شفت قد سوينا شيء احنا؟ جندس جندس بسرعه خلي الفلاح ينط. يلا يلا فليش بسرعه بسرعه. خلصنا من زمان. اسمعني هلا روح راقب لنا الطريق، واذا شفنا طالعين من الباب قرب لنا سياره فهمت؟ زين يلا يلا امشي. Hey, I'm out. Let go.
بنيتي. أبلغ الشرطة شو أقول لهم؟ شنو شو تقول لهم؟ قول لهم أغراض مرتي انباقت، المخزن هناك يصبر ما في شيء، كلش انباق. لا ولا تذكري، أخاف إن شالتهم حاطتهم مكان، تذكري بس. شو أتذكر؟ شو أتذكر؟ روح روح بلغ الشرطة تصرف، يلا يا حبة. زين زين زين. يلا. حسبي الله عليهم إن شاء الله. حلالي يا غرامي كلها راحت، حلالي. شو رايكم بالبوقة؟ عجيبة، بس شلون نصرف هالشغلات؟ ما نعرف أحد يبيع هالسوالف. سوق اليمعة. سوق اليمعة؟ ومرت أبوك ما تروح سوق اليمعة؟ مرت أبوي، مرت أبوي الحين طب النفسي مصدومة. زين شباب زين زين، إيش رايكم نستمر بالشغلة هذه؟ أي شغلة؟ بوق البيوت هذا رايه من زمان. لا يبا، بوق البيوت مو شغلتنا ولا نعرف لها، وأنا رضيت أروح وياكم فزع علشان مشعل. اما نستمر في هالشغله لا. إيه ليش لا؟ قلت لك مو شغلتنا. بعدين الناس ما تنام هالايام، سهرانه على الانترنت واستتلاي طول الليل. ما تقول لي متى بنبوقهم؟ اقول موسى ابي جنطتين حق امي واختي، بس اخاف يدرون انهم اغراض نعيمه. ايش دراهم؟ البضاعه تو واصله عقب ما تركنا البيت. دام كذي تستاهل، خذ اللي تبي. وانا وانت بعد خذ اللي تبي. أما الباجي خلنا نمشي فيهم حالنا هاليومين، على الأقل نطلع مصروف الجيب. الحالة ناشفة. أقول نورة، ما دريت صار النعيمة؟ نعيمة مرجاسم؟ أي نعمة وما غيرها صار لها. باقة وبضاعتها. باقة وبضاعتها؟ أي بضاعتها اللي تبيعها في البيت. إيش فيك؟ ما فيني شيء، بس مستغربة بضاعتها في البيت، من اللي بيبوقها؟ ما أدري، متهمة خدامتها. أنا أقول لك ماكو غيرها يا حضرة الضابط، هي اللي بايقة أغراضي، ولا من يدري إن عندي بضاعة جديدة غيرها؟ الخدامة أنكرت التهمة وما لقينا عندها أي شيء. طقوها عمي الضابط وهي تعترف، وإذا قدرتوا عليها مسكوني إياها وأنا كفخها لكم لما خليها تعترف. يا أخت نعيمة، المتهم بريء لين تثبت إدانته. شلون يعني؟ تصدقونه وتشذبوني؟ لا ما قلنا كذي، بس أنا من رأيي انك تحاولين تذكرين من اللي يدري ان عندك بضاعه غير الخدامه. زبايني كلهم يدرون، لاني دقيت عليهم علشان يجون ينقون البضاعه الزينه قبل لا تخلص، لكن عيال الحرام عمي الضابط ما خلوني اتهنى فيها. حسبي الله عليهم. هات امه، واحده لك واحده لساره. مشكور يا مشعل. وليش كلفت على روحك امه؟ لا كلفت على روحي ولا شيء، هذه البضاعه من محل المعزب، عطاني اياها ببلاش. وي على الله يطول بعمره ويخليه ذخر لنا. قولوا آمين. آمين. آي واي 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 آي يا راسي، آي يا فوخي، آي يا راسي، آي 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 خلاص نعيمة بس. وبعدين يعني ما صار عور راس هذا إيه؟ باق مني مو شوية، 5000 دينار، شقى عمري حلالي. يا راسي تعوضينهم. يا جمجمتي تعوضينهم ان شاء الله، تعوضينهم. فدوة لك يا بنت الحلال. فدوة هي. شعوض شعوض يا جاسم شعوض. ذولا 5000 دينار قيمة البضاعة، امين ادبرها وامين ارقعها. يا ديناراتي، يا ديناراتي، يا ديناراتي، يا شقى عمري يا جاسم، شقى عمري. يا أبوخي من الحر بموت بموت. فدوة لك يا نعيمة، فدوة لك. بلاك مو تعبان فيهم، هذولا ما يوني بالساهل. يا ما كذبت ويا ما نافقت ويا ما ساحلت الحريم عشان يشترون مني، وآخرتها أنباك. يا حلالي، يا حلالي، يا حلالي. خلاص خلاص يا نعيمة، قاعدين تولولين طول اليوم. خلاص يبقى اللي راح راح. يه أنا أقول فكري باللي جاي، يبي بضاعة جديدة وبيعيها. شلون أفكر باللي جاي وأنا للحين حرت 5000 بقلبي؟ 5000 5000، حسبي الله عليهم. يا قلبي بموت من القهر على 5000 اللي راحت. صدق لي قالوا المال عديل الروح. يا
جزاك الله خير يا اللي بكت نعمه صج مرة قلبي فيها. ما داوم عزام اليوم ليش؟ وين راح؟ اشتراني وعدني انه يداوم وما شفته. ما كلمته؟ ما اتصلت عليه تلفون؟ دقيت عليه بالبيت اكثر من مرة وتلفون النقال مسكر. اخاف فيصل وعالية غيروا رايه. كل شيء جايز يبوي وبالذات فصيل، اتوقع منه كل شيء. وبعدين يعني نخليه على كيفه لما هو فيصل يلعبون باسمنا؟ ايش تبي نسوي له يبا اكثر من اللي سويته؟ حطيت عقلي بعقله ورافشته وهم ماكو فايده. دق عليه خله كلمه. هذا اذا لقيته. الو دو عالية، اسف ازعجتك بس ابوي ناصر يبي عزام ضروري. عزام للحين ما رد، ما ادري عنه، ان شاء الله اقول له. حاضر، مع السلامه. سالفته مهلك؟ ما ادري، بس ابوي العود وحمد قاعد يخططون الشيء شايد، عشان كذي يدورون عزام. يخططون شيء شايد؟ اكيد بيشترون اسهم عزام. اكيد، لان اهتمامهم هاليومين زايد بعزام. بالاول بيزوجونه روان، والحين كل خمس دقائق يتصلون. زين عالية، تهجين يعني ان عزام بيرضى يبيعهم الاسهم؟ ما ادري، بس شخصية عزام الضعيفة تخليك تتوقع منه غير متوقع. زين، والحل؟ الحل اني اقعد معاه الليلة واعرف منه السالفة بالكامل. تعال احاجيك برزيقة. كاف اللي اخذته حق الدوام؟ كاف ونص. انت بتشتغل ولا تعرض ازياء؟ بشتغل بعد ما يصير اروح مخراجيني الدوام. انت لو شوف حمد ولد عمي ايش يلبس كان ما انتحكى هالحكي. بس حمد وشخصيته يختلفون عن سنك شخصيتك. زين، ماني فاهم ايش تقصد. ايش تقصد؟ اللي اقصده ان حمد اكبر منك بالسن، وظيفته عوده، تحتاج لبس كشف علشان المظهر، اما انت غير. لا يعني انا الهيلقي وهو ولد العز. حبيبي انا حالي من حاله ونصيبي كثر نصيبه والله. عزام ما كلمك؟ عزام؟ ايه؟ لا ما كلمني ولا كلمته ولا عرف اي شيء عنه من يوم ما طقيتني. ايها ما اقول الصج ولا تكذبين وما هاوشك. صدقني ما اعرف عنه شيء، واذا تبيني اثبت لك تعال معي فوق اوريك كمبيوتري وشوف لي ميلات اللي داز لي اياهم. انت شره علي لاني ما اكلمه. زين، تهجين وين القاه؟ ها؟ ريهامو قول الصج، انا وعدتك ما هاوشك. مع رزاق رفيجة. تعرفين الرقم معي؟ لا ما اعرفه. ايش فيك خايفة؟ وعدتك ما هاوشك. قلت لك ما اعرفه. ريهامو، انا قاعد ادور عزام ابيب شيء ضروري بخصوص الشغل وماني محصله. اذا تعرفين رقم رفيجة عطيني اياه، واوعدك اني اسمح لك تتاخرين للساعة 10 يوم الاربعاء والخميس. بعد ايش تبين؟ صدق؟ عمري وعدتك بشيء وما وفيت. اوكي عيل دقيقة اروح اطلع لك رقم من موبايلي لاني مخزنته. ماكو شيء بهالدنيا من غير ثمن.
الو نعم اي نعم عزام اي نعم معاي من يبي اي لحظه شو عزام حمد ولد عمي حمد ولد عمي الشاب الو هلا حمد وينك الله يهداك عيست وانا دورك اي انا بالسوق ويا رزاق رفيجي وين اللي بيداوم اشوفك ما جيت اليوم حمد الله يهداك بعد ما يصير اداوم بخلاجيني جيت السوق اشوف لي كم بدله اكشخ فيهم على الاقل في الايام الاولى تدري فيني انا ولد العاصي ماني شويه اي بعد ما يصير يشوفون الموظفين بجنز وتيشيرت وينك فيها الحين زين لا تطلع انا جايك الحين بتي هني ليش شفيك مخترع حنا ما صرنا اصدقاء بيك ابيك مسالفه انزين خلاص انا انطرك اوكي باي هذا من صجه منو حمد ولد عمي الا تعال شعرفه برقمك انا عطيته اياه وما قال لك من وين لا غريبه لا غريبه ولا شيء بالعكس واصلا وعدني انه يسمح للاربع والخميس اتاخر للساعه 10 صدق وشلون اقنعتي طريقتي الخاصه ريهامو عن الملاقه قولي لي شلون اقنعتي بالكلمه الطيبه الريال مثل ياهل تقصين عليه بالكلمه الطيبه كني سامع هالحكي بالمسلسل اللي كنا نتابعه البارح اوه شكتني ريهامو قولي الصدق شلون اقنعتي حمد انه يسمح لنا نتاخر الاربع والخميس للساعه 10 اقول لك الصدق بس اذا وعدتيني انك تعزميني على العشاء الاربع الجاي دام فيها تأخير للعشر بعزمك لا وبعزم ربعك وياك هي يلا عاد قولي انزين سمعي يعطيها العافية أم فواز يعافيك أمه هاي أمه شلون شغل معك الحمد لله إلا صدق سارة تقول اتفقتي مع ثلاث محلات صدق هذا أول خير إن شاء الله تستاهلين كل خير مع اني ما ودي انك تتعبين روحك بس ما دام فيها وناستش تستاهلين والله يما انا وناستي بشوفتك وشوفت اخوانك الا صدق على طار اخواني مشعل من سكننا هالبيت ما شفت الا مره واحده مشعل بعد عمري استلم شغله والبارحه يانا وياب لنا جناط انا واخته ساره جناط ليش هو شنو اشتغل مدير بمحل ايش محله محل جواتي وجناط وين فيه وباي مجمع والله ما ادري ما نشته ان شاء الله ليل ليلة انشده واقول لك انا بصراحه يمه ما اصدق ولا كلمه يقولها مشعل وش دعوه عاد انا معتمده على كلام مشعل لا عيوني انا كلمت بعزبه موسى وطلبت منه انه يرقي موسى ومشعل مثل كل واحد فيهم اردى من الثاني شلون يعني موسى مو زين ما ادري يمه ما ادري ايش اقول لك انا بخليك الحين بروح امشي صبر يا فواز قول ايش تعرف عن اخوك طلع وخلاني وش فيك فواز قط علي كلمه مثل يمر وطلع فواز ايش قال لك ساره انت ايش تعرفين عن موسى رفيج مشعل ها موسى لا ما اعرف عنه شيء ولا ادري عنه شيء ايش فيك ارتبكتي ايش اللي تعرفينه عن مشعل وموسى وخشيتي عني مشعل ايش دخل مشعل بالموضوع فواز يقول مهم صدق مشعل وإنه موسى ردي موسى ردي؟ شلون؟ أنا اللي سألت شلون وأنا جراني؟ شو عرفني فيه؟ ما سمعتي عن موسى أي شيء؟ فواز ما قالت شيء؟ يمه كل اللي عرفه إنه موسى مسؤول مشعل بالشغل وولد ناس أغنية عي ليش فواز يقول عنه كذي؟ يمه أنت تدرين إن فواز معقد وعندك كل الناس مزينين أنت لو تسمعين الحكي اللي كان يقوله عنك وأنت بالسجن ما تصدقين عني أنا؟ ايش كان يقول؟ ما ادري سارة سالفتهم هذي اليوم تفضلوا ايش حكم مستحيل حياكم وين جايبنا من شقته هذه شقتي تفضلوا
مساء الخير. أنا مساء الخير. سنور. أمل زوجتي. شنو؟ زوجتك؟ من متى وشلون؟ وأنت ما تدري إنه بتزوج؟ لا. أمولة يبي لنا شاي لو سمحتي. إن شاء الله. ايش فيكم واقفين؟ قعدوا قعدوا. شلون اقعد وانا ما فهمت شيء للحين؟ يا ابن الحلال اقعد وانا فهمك. اقعدوا قعدوا قعدوا بس قعدوا. كاني قعدت. يلا قول تحكى. شلون تزوجت ومتى وليش ما قلت لنا؟ يا جماعه هالمره لازم اروح وصدقوني مو زعلان، بس مشاكلكم الخاصه ما انشغل فيها. خليك يبا خليك، لا خاصه ولا شيء. ليش عزام خلى شيء ما قاله علشان تقول لي مسائل خاصه؟ بعدين أنا مو قايل لك قبل شوي رفيج عزام رفيجي وأخوي الصغير بعيد. خلاص عاد رزاق لا تصير عسر. مو عسارة بس سوالفكم الخاصة بعدوني عنها. رزاق وبعدين معاك، لا تخليني أزعل منك. واي خلاص عاد رزاق. يلا قول لي شرح لي بالتفصيل الممل. بقول بس بشرط السالفة اللي بقولها تتم سر بيني وبينكم، لا يكون تقولها الرهام او عالي اختك. اف عليك، انا علم، انا السر عند بير عزام. انت تعرفني زين، انا ما يهمني احد، واذا رهام درت بتقول حق ابوي ناصر، وابوي ناصر اكيد بتضايق، وانا بصراحه ما احب اضايقه. ودام منك تدري ان هالشي ضايقه ليش مسويه؟ شوف عزام، انا لو مقتنع ان امل تناسبني كزوجه كان قدمتها للناس، لا همني أبوي ناصر ولا همني أحد غيره. ليش تزوجتها دام إنك منت مقتنع فيها؟ رفض عالي لي وزواجها من فيصل هو اللي دفعني لهالشي. أنا تزوجت أمل علشان أنتقم من عالية، لكن للأسف اكتشفت بالأخير إني قاعد أنتقم من نفسي ومن هالمسكينة اللي رابطها معاي. ما شاء الله سوت الشاي بسرعة، خوش مرة سمعة. دعوة عزام اي ذاب حد يبيحه. حمد تبي شيء بعد؟ ليش وراك شيء؟ لا تعال قعدي معانا. قعدي قعدي خل اعرفك على عزام، ولد عمي الوحيد واقرب الناس لي. صدق هذا ولد عمك؟ اي ولد عمي، وهذا رزاق صديقي. اي صديقي الوحيد بعد، احنا كل شيء عندنا وحيد ماكو غيره. الصدفة الحلوة. أنا كل يوم أمشي هني. أنا صار لي يومين لأن تونا ساكنين هني. شريت بيت جديد؟ لا مجرين بيت جديد لأن مرتبوي طاردتنا. مرتبوك؟ إيه مرتبوي. الظاهر سالفتك سالفة. والله تنفع تصير فيلم. لا وفيلم هندي بعد. شلون؟ ليش خلق السمعين مآسي؟ إيش دعوة عاد ولا الدرجة؟ وأكثر. شكلك ما يحب هالشيء. لا يغرك الشكل. الدنيا مليانة بلاوي. بس كل واحد ساكت على بل وانت وخاشه بقلبه. عدل كلامك، ماكو احد فينا خالي. معقوله انت عندك مشاكل وتقول كل شايل بلوته وساكت؟ لا بس انت يعني جمال واصل وفصل وفلوس، ما اعتقد عندك مشاكل. لا تغير السالفه وتقلبها علي وتسحب مني حكي. لا لا مو قصدي، بس الكلام طلع كذي وعشان تصدقيني انا ببتدي بالكلام. حبيبتي ايش طاير؟ فواز قالب مخ امي عليك وعلى مشعل. صدق؟ اي تكفى روح روح. سمعيني ساره سمعيني سمعيني، ايش فيك خايفه؟ هاج هذا التليفون خليه معاك، واذا دشيتي دارك دقي علي ابيك. لا يا معود ما ابي احد يشوفها معاي. ساره من عند الباب؟ امي امي من بالباب؟ يما هذا ولد الجيران يسأل فواز. ايوه ان شاء الله الصغير. ايه مبلا الصغير. يسلم قلبه واصل بعد عمري. اقول حد فشل، احنا من سكننا ما تنقصنا لهم شيء، وهو يتيم خانت حيلي. ان شاء الله يما باكر لو طبخت اندز لهم. ان شاء الله اذا شاء الله خير، ترى يستاهلون. بعد يما ايش تامرين عليه؟ وين رايح؟ تعال نشوف المسلسل. بروح اغسل المواعين بالمطبخ ويلك. يلا لا تبطين، ترى حزتها الحين اعطوفك الحلقه حلوه اليوم. ان شاء الله يما. Thank you.
شدي من اول ما انولدت لما طلعت امي من السجن. انت من صدق تكذب عليك انا؟ معقول الكلام اللي قلت لي اياه تو مساع كله صدق؟ وش اللي خليني اكذب عليك؟ ما ادري، يمكن تبي تتسلى. ابي اتسلى، اقول لك امي مسجونه 10 سنين؟ مو هذا اللي معجبني، انت ما تعرفني عدل عشان تتكلم عن نفسك. لا وبكل صراحه روان، انا ما ادري ايش اقول لك، لكن صدقيني من اول يوم شفتك فيه وانا حاسس انك مسيطره على كل تفكيري. فواز ايش هالحكي؟ اسف روان على جرأتي، بس هذا اللي حاس فيه، ان ما قلته بلساني راح تشوفينه بعيوني. روان انا ما اعرف الف ودور، من البدايه قلت لك عن نفسي كل شيء وبكل صراحه. مو هذا اللي عجبني فيك؟ يعني من اليوم اعتبر نفسي صديق مقرب لك؟ اكيد. الو، هلا ريهام، ابوي العاد. اوكي اوكي انا جايه بالطريق، مع السلامه. اوكي انا استاذن الحين فواز لان يعني تليفون مهم. انزين ممكن اكلمك بالتليفون؟ سوري باي. ايه ولا وبعدين يعني ليه متى بتتمين على هالحال؟ ها ما تعلميني ليه ما يلقون الحراميه اللي باقوا اغراضي. انزين وبالله ما لقوهم بتتمين رابطه راسك طول عمرك؟ ليش ما يلقونهم؟ اكو جرائم اكبر من كذي، وصادوا الحراميه ب 24 ساعه. وش دعوه عاد انت مقصره؟ عقب ساعه تليتي الخدامه وديتيها المخفر وللحين مسكينه مقطوطه هناك. ايه بس للحين ما اعترفت ولا عمرها بتعترف لانها ما لها شغل بالبوقه. علمن باقي اغراضي اكيد انت تعرفهم. واحده من زباينك هل يترددون عليك ويعرفون وين تخشين اغراضك؟ وليش ما يكون المؤجر الجديد؟ انا ليش ما شكيت فيه من الاول؟ يوم اني ادخل البضاعه البيت وهو واقف برا ويطالعني. سويها بعد، سحب الريال وودي المخفر. اودي وودي يده وانا نعيمه بنت سرور. باكر لا طلع براءه شال اغراضه وطلع منك. عاد انت حوسي دوري مؤجر ثاني يقعد مكانه. اي والله وانت صاد عيل شو اسوي؟ سوات الله ابرك، انسي السالفه خير شر. ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر حتى بالحلم اتعلم في بضاعتي اللي مباقت. يوم يما تنام بكر عشان تقعد بكر حق المدرسه ان شاء الله. مساء الخير. مساء النور، وينك في من الصبح؟ كنت في السوق. في السوق من الصبح للحين؟ ليش عندك مانع؟ لا ما عندي مانع، بس ماني مصدقتك. مو مهم. عزام انت ليش قاعد تحاكيني بهالطريقه؟ مالي خلقك. شلون يعني؟ تصبحين على خير. عزام اوقف وحاكيني عدل، انا اختك العوده. عليو تكفين خليني اروح، ترى ماني قادر اتحمل منك كلمه واحده. ليش؟ انا سويت لك باكر الصبح راح تعرفين.